بغيت نرجع لعائلتي صراحة، توحشتهم بزاف بزاف. بغيت شي واحد اللي يوقف معايا باش انني نرجعهم، وما بغيتش نعيش بعيد عليهم، ندير شي حاجة باش ننسيهم في داكشي اللي درت ليهم، حيت داكشي درتو ماشي لخاطري ونادم عليه بزاف. وكي غادي ندير نقنعهم بلي فعلا راني كنت مريض. الانسانة اللي اديتها بزاف واللي حطمتها هي الزوجة ديالي، هي اللي الصراحة اللي حطمتها بزاف، والناس اللي اديتهم كاملين وانا في ديك الحالة كنطلب منهم السماح. كرهت ان الزوجة ديالي تسمح لي ونبداو صفحة جديدة، وكما قلت انا محتاج ليها بزاف بزاف. فاش كنت انا كنخرج وكنشوفها كيفاش كانت كتعايش مع داك الشيء، كيفاش كانت حالتها. انا كنتفرج فيه وكنتصدم، كنقول كيفاش خرجت انا هاد الهضره، ما يمكنش انا نقول هاد الهضره كاع بزاف، وخصوصا كنقول انا كيفاش، شنو الذنب ديالي اللي درت باش يجي لي هاد المرض هذا يخر لي على حياتي كامله. بعد ما كنقول زعما ها هي حياتي تقدات والامور تقدات، من بعد جا هاد المرض هذا وخرج لي على كل شيء، دمر لي كل شيء. ما كنتش متوقعها كاع، ما كنتش دايرها في البال كاع، كنت كنقول صافي هذه الحياه نبقاو هكا عايشين، كنتقاتلوا انا وياها حتى نوصلوا لذاك الشيء اللي بغينا، وشوف دابا فين وصلت فينا الدنيا. لا كنت صراحه كتبت واحد الشكايه باش نشوفوا داك الشيء، وعطاوني قدوه سيئه، وصراحه كنت مستاهله في داك الحاله، حيت داك الشيء اللي درت راني فاش خرجت كنشوف داك الشيء كنقول هذا الشيء اللي داز عليا راني نستاهله، ولكن ماشي الخاطر. صراحه الايام الاولى كنت مازال مريض بداك الهوس، كيجيب لي الله عادي، كنقول مزيان كنبغي نكتشف اي حاجه باش زعما نخرج ندوي عليها وداك الشيء. بعد فاش مرضت دازت عليا ديال بصح، خصوصا انني ما لقيت حتى شي واحد اللي غادي يفهمني ولا غادي تكرفصت. قليل تما اللي كانوا كيعرفوا، حيت كانوا تما اغلبيه كانوا مشدودين واقيلا قبل ما يشوفوا هذا الشيء اللي وقع، ولكن كانوا شي موظف عارفين القصه. الصراحه كانوا كيتعاملوا معي بحال كاي سجين، وكانوا كيقولوا لي، خصوصا هذوك اللي كانوا كيعرفوني كانوا كيقولوا لي بلاصتك ماشي هنايا، وعلاش وصلتي لهذا الشيء، وشنو خلاك توصل لهذا الشيء. بقيت فيهم صراحه فيه خير بزاف. تخيل انني كما دخلتش الحبس وبقيت في ديك الحاله هذيك، ما كنتش غادي نعرف المرض ديالي كاع، وبقيت في ديك الحاله فين كانت غادي توصل الامور، كما لقيت شي حاجه اللي غادي تحبسني، فين كانت غادي توصل الامور، خصوصا داك الافعال اللي كنت كندير. الحمد لله من خرجت السلكه هكا. لا فاش مشيت نشوف ولدي ما لقيتش مرتي تما، ما كانش تما في الدار حد الان، عمري شتها. وكنتمنى يوصل هاد لا فيديو هادي باش تعرف شنو كاين، شنو اللي خلاني نوصل لديك الحاله. انا الصراحه كنطلب منك السماحه بزاف على داك الشيء اللي درت ليك، و وسامة اللي كنتي كتعرفي ما كانش غادي يوصلك لديك الحاله كاع، عمره ما كان حتى كيفكر انه يوصلك لديك الحاله، وانا محتاجك بزاف في هذه اللحظه هذه، اقسم بالله الا محتاج ليك بزاف، وكنتمنى انك تعذريني وتفهمي هذا المرض اللي عندي. حتى هو كنطلب منه السماحه بزاف، وصراحه ما بغيتوش يكبر ويلقاني بعيد عليه، ولا يسمع شي هضره على باه بحال هكا، ويشوف ديك الحاله اللي كنت درت لامو صعيبه بزاف. داكشي راه كنا عايشين بخير، يعني ما خاصنا حتى شي حاجه، كنا مقاتلين بجوج، كنا مقاتلين انا وياها ديال بصح، وباغيين نوصلوا لاي حاجه بجوج بينا، وشوف فين وصلت بينا الامور. ما كنتش كنتوقع هادشي كاع، خصوصا دابا الناس اللي كيتلاقاوني برا وكيقولوا لي حرام عليك على داكشي اللي درتي، وزعما شوف البوز فين وصلك، وعلاش درتي داكشي لمرتك، وانا كنحاول نقنعهم باللي راه داكشي ماشي لخاطري، باللي راني كنت مريض. وكيقولوا لي احنا المغاربه هكا باش كنبرروا الافعال ديالنا، حتى كنزبلوها وكنقولوا انا مريض، وما كنلقاش باش نجاوبهم. تخيل معايا كنبقى ساكت، شنو كي غادي ندير نقنعهم بلي فعلا راني كنت مريض، ما غيفهمك غير اللي داز من الحاله ديالك ولا اللي عنده هاد الحاله هادي. شوفوا بعدا هاد اسامه هذا اللي قدامهم، لانه كنت فعلا في ديك ما مريضش، وكنت فعلا باغي البوز ولا داكشي، وكنخرجت وكنكملت في ديك الحاله اللي راني فيها، وما غاديش نتعاطى الدوايات، وانا ما مريضش، نمشي نشرب الدوايات ونمشي نقلب على اطباء، وكنظن راه
راه باين قدامهم كلشي. دابا راني كاين مع العائلة ديال الأم ديالي، راني جالس معاهم، ما حياتي ولات فارغة، ما كندير حتى شي حاجة، ما كنقد نركز حتى شي حاجة. بغيت نرجع لقرايتي ما كنقدش نركز فيها، مازال كنتعذب. ما كرهتش ان الزوجة ديالي تسمح لي نبداو صفحة جديدة، وكما قلت انا محتاج ليها بزاف بزاف في هاد اللحظة هادي. الصراحة راني كنطلب السماحة من كل شيء، ولكن كنشوف الانسان اللي اديتها بزاف واللي حطمتها هي الزوجة ديالي، هي اللي الصراحة اللي حطمتها بزاف، وكنطلب السماحة حتى من المغاربة كاملين اللي شافوا عليا داك الصورة، وكنطلب السماحة من العائلة ديالها، وكنطلب السماحة من العائلة ديالي والناس اللي اديتهم كاملين، وانا في ديك الحالة كنطلب منهم السماحة. داكشي راه أسامة والله ما هو داك اللي كانوا كيشوفوه، كنحلف بالله، حيت ما يمكنش نكون انا داك الشخص. شنو ما كان الدافع، ما يمكنش نوصل لديك الدرجة هذيك. كنتفكرها بزاف ديما، وكنقول مسكينة كيفاش غتكون في داك الحالة، فاش كنت انا كنخرج وكنشوفها، كيفاش كانت كتعايش مع داك الشيء، كيفاش كانت حالتها. الرسالة اللي باغي نوصلها من هاد فهاد لا فيديو هادي هي انني بغيت نرجع لعائلتي. صراحة توحشتهم بزاف بزاف، وبغيت شي واحد اللي يوقف معايا باش انني نرجعهم، وما بغيتش نعيش بعيد عليهم، وبغيت ندير شي حاجة باش ننسيهم في داك الشيء اللي درت ليهم، حيت داكشي درتو ماشي لخاطري ونادم عليه بزاف، واخا ما ديروش لخاطر. ما بغيتوش الصراحه، ما بغيتوش يدوز من ديك المرحله اللي دز فيها، ما بغيتوش يعاني حتى هو. صعيبه بزاف. غادي نقنعو بسبب المرض ديالي، وغادي نوقف معاه، وغادي نبين له الصوره الجديده اللي وليت فيها، وغادي ما نخليش قاعد يتفكر داكشي ولا يسول في ديكشي قاع بزاف اكثر من تخيل. تخيل تسمي على السميه ديال الاب ديالك، وتشوف كنشوف فيه الاب ديالي ماشي الابن ديالي. مستحيل، ما كنتش غادي نوصل لهاد الحاله كاع، ما كنتش غادي نوصل لها، ما يمكنش. كنبغيك بزاف ومحتاج ليك بزاف والله. بغيت شي واحد صراحه يوقف معايا باش نمشي نردها، ونوقف وتوقف معايا، وتاينا نوقف معاها، حيت ما عرفش دابا الحاله ديالها كيفاش غادي تكون. صراحة انا كنتمنى ليها غير الخير، ما عمري كنت ناوي ناديها ولا شي حاجه، ما حيت ما شفت منها حتى شي حاجه ديال العيب. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.